إذا ما قررت مجموعة إكواس التدخل عسكرياً في النيجر، فلن تكون تلك هي المرة الأولى. فالتكتل الإقليمي في غرب أفريقيا الذي يعود تاريخ نشأته إلى عام 1975 له تجارب سابقة في التدخلات العسكرية. ففي عام 1990 أرسل التكتل قوة عسكرية محايدة إلى ليبيريا التي كانت تعاني حرباً أهلية بين القوات الموالية للرئيس الأسبق سامويل دو وفصيلين متمردين، وبلغ عدد القوات المنتشرة في ليبيريا نحو 12,000 جندي. التدخل الثاني كان في عام 1998 عندما أرسلت إكواس مجموعة مراقبة بقيادة نيجيريا في الحرب الأهلية بسيراليون، ثم انسحبت في عام 2000 وسلمت عملية حفظ السلام إلى بعثة تابعة للأمم المتحدة. التدخل الثالث جاء عندما أرسلت المجموعة الاقتصادية عام 1999 نحو 600 جندي إلى غينيا بيساو للحفاظ على اتفاق سلام في البلاد، وتبعها مهمات عسكرية أخرى في البلد ذاته من 2012 استمرت حتى 2022. وفي رابع التدخلات أرسلت إكواس قوات عسكرية إلى كوت ديفوار في عام 2003 لمعاونة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين المتمردين والحكومة، وتم دمج هذه القوات في عام 2004 ضمن قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وأرسل التكتل في عام 2013 قوات إلى مالي في إطار مهمة لطرد المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة من شمال البلاد، ثم انضمت القوات في وقت لاحق إلى بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وفي عام 2017 أرسلت إكواس قوات عسكرية قوامها 7,000 جندي إلى جامبيا من السنغال المجاورة لإجبار الرئيس السابق يحيى جامع على الذهاب إلى المنفى والتنازل عن الرئاسة للرئيس أداما بارو الفائز في الانتخابات. وحالياً يبحث قادة إكواس التدخل العسكري في النيجر لإعادة النظام الدستوري والرئيس المعزول محمد بازوم إلى الحكم الذي سيطر عليه المجلس الانتقالي.